بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. الحديث الثالث عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وفعلا ما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. قال رحمه الله تعالى: حديث الثالث عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح. بسم الله. هذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث قبله، وهو حديث البراء بن عازب، والذي تحدثنا عنه بالأمس في قوله: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، وقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. قال أبو بردة وخاله خال البراء، قال أبو بردة ابن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم هي يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: شات لحم، يعني لا تجزئ، ليست أضحية. قال رسول الله: إن عندي أو عندي عناق هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ؟ قال: نعم، ولن تجزئ عن حديث بعدك. وتكلم عن الحديث بالأمس، وهو أولا أن العيدين الصلاة، أن الصلاة تكون قبل الخطبة، الصلاة تكون قبل الخطبة، بين الجمعة الخطبة تكون قبل الصلاة، في الجمعة الخطبة قبل الصلاة، وفي العيد الصلاة قبل الخطبة. هذا حديث جندب بن عبد الله قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. طبعا يوم النحر في ميناء، النحر يوم، ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها. فليذبح أخرى مكانها، بمعنى من ذبح قبل الصلاة فإنها لا تجزي، بمعنى لا تقع أضحية، لكنها تؤكل لحم صدقة من الصدقات، لكنها لا تقع أضحية. فالأضحية لابد أن تذبح بعد الصلاة. قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم قال إلى آخره، قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها. هذا الحديث فيه يعني دلالتان، أو فيه يعني استنباطان. أولا في قوله: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، بمعنى أن الإمام صلى، وأن الذبح ذبح الأضاحي لا يكون إلا بعد صلاة الإمام، إمام صلاة العيد،
ثم قال: من ذبح قبل أن يصلي، بمعنى هل يعني ما يدل هذا، وكان قد يكتب هذا كثيرا، هو أنه لا بد أن المضحي يصلي، لا بد. وهذا يعني قد يكون دليل لمن يقول بأن صلاة العيد فرض عين، فهو قال: ومن ذبح قبل أن يصلي، يعني بمعنى أنه يصلي أولا ثم يذبح. ولكن هل لا يبدو هذا يعني، لكن العلماء وقفوا عند هذا النص، ففهموا منه أو بعضهم اجتهد يعني أن يلاحظ اللفظين، أولها صلى النبي ثم خطب ثم قال قبل أن يصلي، في رواية قبل أن نصلي، فإذا قبل أن نصلي يسمى ما في إشكال، بمعنى هنا هي دلالة صلى النبي، وهي أيضا في الحديث السابق: من صلى صلاتنا ورزق سكانا، أيضا تدل على أنه صلى صلاتنا أو في وقت صلاتنا. فمهما كان المقصود أن الأضحية لا تقع مجزئة إلا إذا كانت ذبحت بعد الصلاة، بعد الصلاة. وذكرنا بالأمس أنه أحيانا قد يكون في البلد أكثر من مصلى، صلى العيد أكثر من مصلى، وخاصة في هذا الزمن الحمد لله، يعني أنا مر الناس وكثر الناس، يعني أكثر من ذي قبل بكثير في كل بلدان العالم الإسلامي. ولهذا أغلب المدن ليس فيها مصلى واحد، ليس فيها مصلى واحد. وأيضا السنة أن تصلى في صحراء، أن تصلى في صحراء إلا في المسجد الحرام. ولهذا الرسول في المدينة عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مصلى، لم يصلي في المسجد النبوي صلاة العيد، لا عيد الفطر ولا عيد الأضحى، كان يصليها في مصلى خارج، يعني خارج البنيان. قالوا يسن أن تصلى في صحراء، ولهذا يقول سيأتي معنا طبعا أن حينما يعني أمر النبي بأن إخراج النساء للمصلى، أن يخرجنا في المصلى اللي هو مصلى عيد خاص، هذا هو الأصل، وهذا هو الذي ينبغي، وهذا هو السنة. وإلا مكة قال يصلى في المسجد الحرام، في مكة يصلى في المسجد الحرام. وكذلك أيضا قالوا إذا كان هناك ضعفة ولا يستطيعون أن يأتوا المصلى، ينيب الإمام من يصلي بهم في المسجد، يصلي بالضعفة والعجزة، والذين لا يستطيعون أن يصلوا في المصلى يصلي بهم. ولهذا علي رضي الله عنه صلى بالضعفاء، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالضعفاء. فالمقصود أن الأصل في صلاة العيد أن تصلى في صحراء، أن تصلى في صحراء. لكن كما قلنا الوقت الحاضر يعني أنا من الله عز وجل الناس وكثر الناس جدا في كل مدن، في كل العالم الإسلامي، المدينة الواحدة كبيرة جدا، فيها عشرات الألوف ومئات الألوف، أحيانا ملايين البلد الواحد، ولهذا لا يتصور أن يكون في مصلى واحد. ولهذا لو كان في مصليات أكثر مصلى أو صلوا في أكثر مسجد، فالحكم يعني بمعنى الذي يذبح ذبيحته بعد أول واحد يصلي يكفي، وليس بالضرورة أن يكون هو مصلي المصلى الذي تصلي فيه أنت أو المسجد الذي تصلي فيه أنت. لا، إذا صلى، لأنه أحيانا قد يتفاوتون،
في وقت إقامة صلاة العيد، قد يدخل 5 دقائق 10 دقائق وربع ساعة، وقد يكون أيضا وكما هو مشاهد أحيانا في بعض في بلدان الأقليات الإسلامية أنهم نظرا لضيق المصلى يصلون العيد أكثر من مرة، يصلون العيد أكثر من مرة. فالحكم مرتبط بمن صلى الأول يكفي، إذا صلى واحد أولهم وذبحت بعده فإن هذا يكفي. فهذا مقصود، المقصود أنه إذا تعددت المصليات فالمصلي الأول يكفي، إذا صلى لك أن تذبح، وإن لم يصلي المصلي الثاني أو المسجد الثاني لم يصلي، هذا هو المقصود. نعم. الحديث الرابع عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: يا معشر النساء تصدقن فإن كن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ فقال: لأن كن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن. أقراطهن، من أقراطهن، عندي أقرطتهن. هذا حديث جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، بمعنى أن العيدين ليس لهما أذان ولا إقامة، إذا دخل الوقت يأتي الإمام ويشرع في الصلاة من غير دعوة، بخلاف الكسوف. الكسوف له يقال الصلاة جامعة، الصلاة جامعة وينادى لها الصلاة جامعة، أما العيدين ليس لهما أذى ولا إقامة. لماذا؟ قالوا لي أن العيد معروف، العيد وقته معروف، بينما الكسوف ما يعرف، الكسوف ما يعرف، وأحيانا قد لا يتنبه الناس، ولهذا ينادى لها الصلاة جامعة. فأما العيدان الفطر والأضحى فإنهما لا إقالة بلا أذان ولا إقامة، يعني ولا نداء معين، ليس لها نداء معين كان قصاص جامعة أو صلوا العيد أو لا. فقال بلا أذان ولا إقامة. فلما صلى عليه الصلاة والسلام، وطبعا صفة صلاة العيد أنه يكبر في الركعة الأولى، يكبر 6 في الأولى زوائد غير تكبيرة الإحرام يعني، وقيل 3 بحنيفة 3 تكبيرات، والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، يكبر 6 ولو كبر 7 فالأمر واسع، لأن هذا شعار وتكبير ووجهت السنة في هذا وهذا. فلكن المعمول به هنا يكبر 6 في الأولى غير الزوائد، وثم يشرع في الفاتحة، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر 6 تكبيرات زوائد ثم يشرع في الفاتحة ويقرأ سبح سبح الله في الأولى والغاشية في الثانية، والركعة الثانية يكبر 5، الركعة الثانية يكبر 5 ويصلي ركعتين كصلاة الجمعة. أما الخطبة ليس فيها عدد من التكبير، قال بعض العلماء يكبر 9 ويكبر 7 في الثانية، لكن ليس فيه يعني شيء ثابت، وإنما بعض العلماء يقول لا يكبر في تضاعيف الخطبة، يعني قد يكبر تكبيرة في البداية في الخطبة وفي أثنائها وبعض بعد بعض جملها، حينما يبدأ من جملة إلى جملة
يفصل بينهم بالتكبير. المقصود أن رفع شعار التكبير في العيد مطلوب، لكن عدد محدد في الخطبة ما في عدد، ما ليس فيه عدد محدد على الراجح، والأمر في هذا واسع. قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة كما مر معنا بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال بمعنى معتمدا عليه، وقد لا يكون لضعف وعجز، وإلا أحيانا قد يكون لما يكون يعني معه صاحبه والذي قريب منه قد يعتمد عليه متكئا عليه إما بيده ولا بكتفه أو نحو ذلك. فأمر بتقوى الله وحث على الطاعة. إذن هذه خطبة، الخطبة بعد الصلاة هذه مضامينها، ينبغي أن تشتمل على الحث على طاعة الله وعلى بعض الناس وعلى تذكيرهم، وأحيانا إذا كان هناك أمور يحتاج خاصة يذكر بها مثلا، وقد تتكلم عن أحكام الأضاحي ويبين ما يجزي من الأضاحي وما لا يجزي ونحو ذلك ووقت الذبح، فأحيانا قد نذكر بعض الأحكام التي يحتاجها الناس مثل هذا اليوم مع البعض والتذكير والحث على طاعة الله، ولا سيما أنه كما قلنا الأعياد تقع بعد عبادات، الأعياد الفطر بعد عيد عبادة الصيام، والأضحى في الحج وبعد الحج، ومواسم الأضاحي وعشر الحجة، فيذكر بما يناسب المقام. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر أمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس. طبعا الوصية بتقوى الله يا أخواني هذه كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بها في أكثر مقاماته وأكثر ما مواعظه، أنه يوصي بتقوى الله. وأحب أن نقف قليلا عند هذا الموضوع لأنه مهم جدا، يعني لا ينبغي أن يعني ينبغي أن تتنبهوا لعظم الوصية بتقوى الله، بل هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله، بل الله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله. فالتقوى الله والوصية بها وأن تعرفوا وتفقهوا معناها وآثارها هذا شيء مهم وكبير، لأن التقوى الله عز وجل يعني بين آثارها العظيمة، وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث الأحسن، وما يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئات ويغفر لكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هذه كلها من أثار التقوى، يعني التقوى يعني من وفق لها وعرف معناها وعمل بمقتضاها فقد يعني أتى بالدين كله وجذب لنفسه أو جلب لنفسه الخير كله. مثلا حينما قال هدى للمتقين الذين يرغبوا الصلاة ورزقهم إلى آخره، وأيضا في قوله وسارعوا إلى عرض السماء الذين ينفقون في السراء والضراء والكظيم وغيظ إلى آخره. فصفات المتقين عظيمة وكبيرة، ومن أجل أن تعرف أنت من المتقين عليك أن تتأمل هذه الآيات. يعني القرآن مليء بالوصية بالتقوى وبيان صفات المتقين بشكل واضح ومهم. مثلا في قول ليس البر أن تولوا
وجعل قال ولكن من آمن بالله إلا أن قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالتقوى كلمة جامعة لكل أحكام الإسلام وآدابه وأخلاقه. ولهذا وأنتم تقريبا في كل جمعة في كل جمعة تقريبا المسلمون في العالم كله وفي كل المساجد مساجد خطبة الجمعة الإمام في كل إمام يقول اتقوا الله. أنا لا أظن إمام من المسلمين في كل جمعة إلا وهو يقول للناس اتقوا الله. فالوصية بتقوى الله عظيمة ومهمة. ولهذا حينما تسمع الواعظ أو الشيخ أو العالم أو الخطيب يقول اتق الله أرعى لها سمعك وانتبه واجتهد في أن تتمثل التقوى، لأن الله عز وجل إذا فتح عليك واستمعت جيدا وعرفت صفات المتقين واجتهدت في أن تلتزم بها هذا 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 هو الخير كله. ولهذا هنا قال الشيخ الحديث جابر فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، قال ثم مضى حتى أتى النساء. سيأتي معنا في الحديث بعد هذا حديث معطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يأتي النساء لصلاة العيد، وحتى يعني قال أمر أن نخرج العواتق كما سيأتي معنا والحيض حتى الحائض تأتي، حتى الحائض تأتي تحضر صلاة العيد. فالنساء يحضرن الصلاة وبعضهم يرى يعني أو يكاد يوصلها للوجوب أنه يجب أن تحضر كما يعني مال إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية، فمما يدل على أهمية حضور الصلاة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الرجال ذهب للنساء، لأن النساء يصلوا في الخلف وقد يكونون لا يسمعون كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما وعظ الرجال. ولهذا قال ثم مضى يعني مشى حتى أتى النساء ومعه بلال، طبعا لأنه متكئ على بلال. ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن، وأحيانا قد المرأة تحتاج وعظ خاص فيما يتعلق بحجابها والزامها وفي طاعة زوجها فيما يتعلق في حفظ بيتها إلى آخره. وقال يا معشر النساء تصدقنا، أمرهن بخاصة أن يتصدقنا، فإن كنا أكثر حطب جهنم. هذا زجر كبير، زجر كبير أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب النساء بهذه يعني الوعظ القوي، فإن كنا أكثر حطب جهنم فإني رأيت كنا أكثر أهل النار، تكون أكثر أهل النار. فقالت امرأة من سيطة النساء، حاول العلماء أن يفسروا معنى سيطة، والذي يبدو لهم أن سيطة بمعنى في الوسط جالسة في وسط النساء، وبعضهم قال إنها كانت من أقل درجة وقال غير ذلك، لكن لا، أو من الخيار لأن الوسط أحيانا الخيار، لكن الذي يبدو على أكثر الشراح أنها من الوسط جالسة في وسط النساء. فقامت سفعاء الخدين، سفعاء الخدين يعني أن في لون خديها لون مختلف عن بقية البشرة، قد يكون نوع سمرة أو نوع شيء يعني قد يكون بسبب ما أن، لكنها يعني تميزت بأنها سفعاء يعني خدها فيها لون مختلف يعني إما من كبر أو نحو ذلك، وهي حتى قال أنها كبيرة، أنها كانت امرأة كبيرة. وأحيانا فعلا يكون في النساء امرأة بارزة ومرأة تتحدث وتتكلم وتكون جريئة، وهذا يوجد في النساء ولا أن هذه منهن، وكما في أسماء بنت سكن اللي سموه خطيبة النساء تكلمت كلاما جميلا فأحيانا، وأيضا هند بنت عتبة زوجة
زوجة أبي سفيان كانت يعني برزة ومتحدثة، وفي بيعة النساء كان لها كلام معروف، وهي اللي سألت إن أبا سفيان شحيح، فخذي ما يكفيك. فبعض النساء تكون متحدثة ولها يعني حضورها كما يقال عند جرأتها. فهذه المرأة لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن كنا أكثر حظوا جهنم، قالت لما يا رسول الله؟ فقال لأن كنا تكثرن الشكاة، يعني تكثير الشكوى، تكثر الشكوى والسؤال والتشكي والتذمر، وتكفرن العشير. العشير هو الزوج، العشير هو الزوج، بمعنى أنها يحسن إليها، فإذا قصر مرة أو قصرت نفقته أو حصل، قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا كفر العشير، بمعنى أنها تجحد وتنسى كل المعروف السابق، وهذا ما تكفر العشير. قال لأن كنا تكثرنا الشكاة وتكفرنا العشير. قال فجعلنا يتصدقنا من حليهن. أولا هذا الحديث فيه يعني فوائد كثيرة جدا، أو منها أولا أن يخص النساء بوعظ وخاص وبخطبة خاصة، خاصة إذا كانت لم يسمعنا الخطبة الأولى، أما الآن مكبرات الصوت وتسمع النساء والرجال يسمعون سماعا واحدا، لكن قد يكون ذلك الوقت قد يكون خاصة في الصحراء، والصحراء غالبا الصوت ينتشر، بينما لو كان في مبنى أحيانا يكون الصوت يعني محصور ويمكن أن يرتد على الجميع. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما وعظ الرجال انتقل ووعظ النساء. المهم يعني مما يدل عنه ينبغي أن يتعاهد النساء بالوعظ وأن يذكرن، وهذه واحد. وقال تصدقنا، هذا يدل على أن المرأة تتصدق من مالها وأنها حرة، بمعنى أنها لها التصرف الكامل في مالها ولا حجر عليها، ومالها ليس الزوج أن يتدخل فيه، بل لها أن تتصدق من مال زوجها أيضا، كما جاء في الحديث صدقت من غير طبعا مبالغة وبغير سؤال. أحيانا إذا جاء فقير أو مسكينة أو شيء في بيته وأعطتها من البيت، أعطتها مثلا برا أو تمرا أو خبزا أو يعني ثوبا قديما، هذا لها ذلك، وإن لم تستأذن زوجها. أما مالها لا، مالها تتصدق بمنتهى الحرية ما دام أنها يعني رشيدة ليس سفيها، فإنها تتصدق. فقوله تصدقنا يدل أن تتصدق من غير إذن زوجها. وبعض العلماء يقول لا، حتى من مالها تستأذن زوجها، كما هو مروي عن مالك رضي الله عنه ورحمه الله. لكن الصحيح أن المرأة في حرة، لها الحرية الكاملة في مالها ما دام أنها عاقلة ورشيدة، فإنها تتصرف في مالها التصرف الكامل كما يتصرف الرجال، بل إنها تكون أحيانا ولية على اليتيم، ممكن تكون ويمكن تكون ناظرة على الوقف. المرأة يمكن أن تكون ناظرة على الوقف، فلو أن الموقف جعل النظارة لها تكون ناظرة، أو جعل وصية على أولاده على زوجها أو على زوجته أو على أمهم تكون هي وصية عليهم، فلها النظارة كاملة والوصاية كاملة. فالمرأة يعني لها مقامها في ديننا. فقول تصدقنا بمعنى أن المرأة تتصدق من مالها. قال فجعلنا يتصدقنا، بمعنى رضي الله عن الصحابيات الجليلات سريعات الاستجابة، فلما قد صدقنا مباشرة استجابنا وصلنا يتصدقنا. ولهذا قال فيتصدق من حليهن، يلقينا في ثوب بلال. الحلي يعني الذي
في أيديهن وفي آذانهن أو قد يكون على رأسهن أو خلاخل في الرجلين كما معلوم أو خاتم، فالمرات يعني تتحلى في يديها وفي رجليها وفي رأسها كما معلوم، وأحيانا في زمان في أنفها كما معروف، وهذا كله يعني مرخص للمرأة في أن الحلي أن تتجمل لزوجها ولنسائها. فجعلنا يتصدق من حليهن يلقين في ثوب بلال معه قماش. الثوب هنا بمعنى معه رداء، ويضعن فيه يعني ما تجود به أو ما يملك له، كما قال من أقراطهن. الأقراط هي الذي يوضع في الحلي الذي يوضع في الأذن قرط، والخواتم توضع في الأصابع الخواتم، والأسورة أن تكون في اليد، والخلاخل تكون في الرجل اللي يسمى خلخال. وفي قول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، الزين اللي هي الخلخال، وهذا يسمى سوار. وفي الأذن قرط، واللي في الأصابع خاتم، والذي في الأنف يسمى زمام، وأيضا يوضع على الرأس بس لا يحضر اسمه لكنه له اسم بعد. فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. نعم. الحديث الخامس عن أم عطية نصيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحفيظ أن يعتزلن مصلى المسلمين، وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحفيظ، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. مختلف اللي عندك على كل حال. هذا الحديث الخامس في الذي أورده المصنف تحت باب العيدين، وهو حديث معطية نسيبة الأنصارية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن نعتزلن مصلى المسلمين حتى تخرج الحيض ويكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها. هذا الشيخ أورده ليؤكد على أكادية صلاة العيد، أكاديتها، وإن قلنا كما قلنا ليست الراجح أنها ليست واجبة على الأعيان، وقد تكون فرض كفاية، لكن هذا يؤكد على أهميتها. فأم عطية تقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق، العواتق البنات الصغيرات التي بلغنا أو قاربنا البلوغ. العواتق العاتق هي البنت التي بلغت أو قاربت البلوغ، وذوات الخدور خدور أن البنات الأبكار اللي غالبا ما تخرج، معلوم أن البكر تكون ذات حياة وتكون قليلة الخروج. الخدر هو البيت، الخدر هو البيت، وهو غالبا قد يكون من 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 شعر، فهي ذات تسمى ذات خدر لأنها ملازمة للبنت الشابة والبكر غالبا قليلة الخروج، قليلة الخروج لحيائها، وهذا هو الذي ينبغي. لا ينبغي المرأة أن تخرج أبدا، الخراجة الولاجة هذا ليست صفة حسنة في المرأة. المرأة كلما كانت يعني ملازمة بيتها كان خير لها وللناس كلهم. المرأة ينبغي أن تكون قليلة الخروج، وليس هذا حطا من قدرها، ولكنها احترام لها، وأيضا بيان حقيقة يا أخواني، بيان لتوزيع الوظائف والمسؤوليات. المرأة مسؤولة عن الداخل والرجل مسؤول عن الخارج،
الرجل مسؤول عن الخارج بشكل ترتيب دقيق. ولهذا حينما جاءت المدنية المعاصرة واضطربت أحوال الناس ولم يكن هناك مسؤولية محددة تغيرت الأجيال وتغيرت التربية وتغير الأحوال ولم يكن الحال كما سبق من حيث انضباط الصبيان والأولاد والبنات والتربية والسمت وحفظ العلاقات الاجتماعية وحفظ حقوق الآباء والأمهات وتقدير الجيران وتقدير العيش الكريم الذي والطمأنينة والسكينة التي تطفئ على البيوت. لأن المرأة في البيت دورها عظيم كبير جدا 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 وليست يعني وظيفتها البيتية لا يقوم بها غيرها ولا يحسن أحد غيره أبدا لا مربي ولا غيرها. يعني وجود أو لزوم المرأة لبيتها هو خير لها وخير لأهلها وخير لزوجها وخير لأولادها ولأسرتها. كما أن الرجل دوره أن يكون في الخارج لو بقي في بيته أيضا ما نفع. من هنا قالت أم عطية أمر الرسول أن نخرج العواتق وربات الخدور لأن أصل أنهم لا يخرجون لكن للعيد يخرجون ما يدعو على أهمية صلاة العيد. ومن أجل ولهذا كان التعليل كما هنا يقول فيكبرنا يعني كما يكبر الرجال ويدعون بدعائهم يعني يؤمنون يرجون بركة ذاك اليوم بمعنى يشهدنا الخير ودعوة المسلمين يشهدنا الخير ودعوة المسلمين بمعنى تخرج وتسمع الخير وتسمع الوعظ وتكبر كما ولهذه المرة تكبر في العيد لكنها ما ترفع صوتها بحيث إلا بقدر ما يسمع من حولها من النساء. فالمرأة تكبر وفي بيتها تكبر وتكبر في كما يكبر الرجال. فلهذا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق كما قلنا بين الصغيرات وأدوات الخدور الأبكار وأمر الحيض مع أنه الحيض لا صلة عليها الحيض لا تصلي كما هو معلوم لكن تخرج وتتنحى بعيدا ليس 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 يعني نفرة منها لا إنما حتى تترك فرصة للذين يصلون لأن ولهذا بعضهم يستدل على أن المصلى ليس مسجدا يعني المرأة لا تدخل الحائض لا تدخل مسجد فمصلى العيد قالوا أنه ليس مسجدا بدليل أن الحائض تدخل لكنها لا تدخل في أوساط النساء حتى لا تقطع الصفوف فتخرج حتى تبقى الصفوف مكتملة هذا معناه وأمر أن يعتزل مصلى المسلمين بمعنى تبتعد ليست ابتعادا كبيرا لا ابتعادا حتى تتيح فرصة لمن يصلي أن يكون متقارب حتى تخرج الحيض بمعنى الحيض والبنات كلهم يخرجون ويكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم بمعنى يدعون أو يؤمنون يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته لأنه يوم كريم ويوم فضيل وخاصة يجتمع فيه المسلمون و بعد كما قلنا بعد عبادة الفطر بعد رمضان أو بعد عبادة عشر الحجة وعرفة إلى آخره فهذا اليوم مبارك بل يوم النحر هو يوم الحج الأكبر فقال يكبرنا بتكبيرهم ويدعونا بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها بمعنى لا يبقى أحد يخرجون حتى اللاتي ليس من عادتهن أن يخرجن أيضا يخرجن من أجل صلاة العيد. هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.